أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة.
إنهم عشاق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إن الأصحاب رضوان الله عليهم لما نقرأ عنهم من طاعتهم لرسول الله ومن امتثالهم لأمره يكاد العقل أن يحار، لما هذه الاستجابة السريعة وما هذا التنفيذ بالحرف لتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن أن ذلك لم يكن لمجرد الأمر والنهي والثواب والعقاب، يعني ليس الامتثال لأن الله أمرهم وحده وإن كان ذلك سبباً، ولكن ثمة شيء آخر أنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبهم فأحبوه، أطاعهم فأطاعوه، لان لهم فاقتربوا منه، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان حريصا عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف لا وقد قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك أنت من نفسك، النبي أحق بنفسك من نفسك، ليس مجرد أحق بمالك وولدك ووالدك، لا، ده أولى بك من نفسك. ولذلك قالها رسول الله مدوية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، هو النبي، أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. كلام واضح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي أحب إليه من ماله وولده ووالديه والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. سيدنا عمر بيسمع الحديث اللي كلنا حافظينه، لكن سيدنا عمر كان بيسمع بطريقة تانية، ما كانش بيسمع وهز دماغه كده خلاص ويفتح عليك خلاص، لا، ما هكذا كان عمر، لكن بيسمع. شوف ايه معنى الكلام ده. فقال: يا رسول الله، انت احب الي من مالي وولدي ووالدي والناس اجمعين، اما نفسي لا، انا بحب نفسي اكثر منك. راجل واضح، مش بقول ايوه ان شاء الله، احنا بنحب النبي، والله العظيم بنحب النبي، بنحب ربنا، والله بنحب ربنا، حلف على المصحف كمان، لكن الموضوع مش كده. لم يطلب الله منا يمينا لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طلب منك دليلا، مش عاوز يمين، عاوز دليل. ترجم هذا ترجمه عمليه. فعمر قال: لست احب الي من نفسي، معلش سامحني الا دي. فماذا قال النبي؟ قال: لم يكتمل ايمانك بعد يا عمر. راح سيدنا عمر في البيت يراجع نفسه ويغالب نفسه مرة واثنتين وثلاث حتى أقنع نفسه بحب النبي أكثر من نفسه. وراح قال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي. ماذا قال النبي؟ قال: الآن اكتمل إيمانك يا عمر. الموضوع مش هزار، تحب النبي يكتمل إيمانك، تحبش النبي مش إيمانك. أحبهم فأحبوه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى اليوم نماذج سريعة من عشق الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كثيراً ما يقولون: بأبي هو وأمي، فداك أبي وأمي، فداك نفسي وروحي يا رسول الله. يذهب أبو سفيان قبل فتح مكة إلى المدينة وكان ساعتها مشركاً، فيدخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أم حبيبة دي؟ بنت مين؟ بنت أبو سفيان. أم حبيبة زوج النبي هي بنت أبو سفيان. فأول ما دخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة وأراد أن يجلس على بساط، في بساط، في فرش في الأرض، في كرب في الأرض، فنزعته من تحته، فنظر أبو سفيان إلى ابنته مستفهما، قال: يا بني، أرغبت عني بالفراش أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني الفراش لا يليق بي أنا، يعني نستحق حاجة أحسن من كده، ولا أنا لا أستحق أن أجلس على هذا الفراش؟ قالت: إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. فيش كذا، ده فراش النبي،
وانت تجلس مكان النبي مش ممكن. فقال والله لقد اصابك بعدي شر كثير. دي نتائج لحب النبي. حب النبي فعلا بسيط، ليس مجرد كلمات تقال ولكنها كانت حقيقه في دمهم وفي لحومهم وفي عظامهم وفي كلماتهم، يعيشون بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فضلوه على كل شيء، على كل شيء. هذا ثوبان الصحابي الجليل كما جاء في الصحيح، يراه النبي ذات يوم منتقع اللون، مصفر الوجه، مضطرب المشاعر والأحاسيس. فالنبي يسأل سيدنا ثوبان: ما بالك يا ثوبان؟ في عندك مشكلة؟ ماذا أصابك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أصابني من ألم ولا مرض، الحمد لله أنا ما فيش مشاكل، ولكني تذكرت القيامة. الصحابة مشغولين به، تذكرت القيامة وعلمت أنك في الفردوس الأعلى. دي مش عاوزة كلام، النبي في الفردوس الأعلى، وأنا إن من الله علي ودخلت الجنة، إن من الله علي ودخلت الجنة فسوف يكون بيني وبينك مسافات في الجنة، وأنا لا أطيق صبرا أن أراك، أتمنى لقياك ومجالستك وأن أراك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي من السماء. في مسائل تحتاج السماء لتحلها مش الأرض. نزل أمين الوحي جبريل بقول الله تبارك وتعالى من سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال النبي: أبشر فإن المرء يحشر معنا أحد. صحابة كان الموضوع ده بيشغلهم، يعني ليه قيمة؟ الموضوع مش موضوع جنة وخلاص، ما كانوا يطلبون الجنة فحسب، ولكن كانوا يطلبون مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا أخي لا يكن يعني امرؤ القيس أحسن حالا منا. امرؤ القيس مجنون ليلى، لما قال قولته المشهورة: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلى ما كان يشغله الديار والحوائط والبناء، كان يشغله ما بداخل الديار. واحنا المسلمين ما يشغلنا، المفروض يعني ده المفروض، ما يشغلنا الجنة بطعامها وشرابها وكسائها ونسائها، ولكن يشغلنا الجنة بمجاورة خير خلق الله فيها. صل عليه صلى الله عليه وسلم، ده اللي يشغلك في الجنة، انك تجاور حبيبك النبي. أما تشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، يجد الأعرابي رجل عادي من المسلمين الأعراب، راح للنبي وسأل النبي سؤال، قال: يا رسول الله، خبرنا من السؤال، هل إذا دخلت الجنة أراك؟ لو أنا دخلت الجنة، شوفوا معايا، هل إذا دخلت الجنة أراك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل من يدخل الجنة يراني. الجنة درجات، أسأل الله أن يجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى إن شاء الله. جنة درجات، هناك من في الفردوس الأعلى، هناك في الأسفل، في الوسط، متسعة، وكل حسب عمله. الأعرابي بيسأل عن نقطة محددة: هل إذا دخلت الجنة أراك؟ فقال النبي: ليس كل من يدخل الجنة يراني. فانصرف الأعرابي وقال: إذن لا أريد جنة أنت لست فيها. وفي رواية: لا خير في جنة أنت لست فيها. ده موضوع كبير، لما نسمعه احنا قاعدين كده ببساطة، إن الصحابي ما يشغلش الجنة، لكن يشغله من في الجنة؟ لا يشغله أن يأكل ويشرب، لكن يشغله أن يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ده اللي احنا عاوزين نعيشه احنا، ونربينا أولادنا ونعلم أولادنا كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه العشق الحقيقي للنبي، دول عشاق الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. خبيب بن عدي الذي أسرته مكة ذات يوم وأرادوا الخلاص منه فصلبوه كما جاء في كتب السيرة، وأخذوا يبضعون منه، يعني يقطعون من لحمه قطعة قطعة وهو حي يرزق، لم يقتله مرة واحدة. وقلت قبل ذلك وأقول: عندما أذكر لك قصص السيرة فإنني لا أحكي عن مغامرات
ولا عن قصص خيالي، ولكن أحكي عن قصص حدث بالفعل. خبيب بن عدل يصلب ويقطع من جسدي بالسيف قطعة قطعة، وكلما قطع من لحمه قطعة يقولون له، شوف التعذيب النفسي، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ إيه رأيك؟ من اللي عمل فيك كده؟ مش النبي؟ إيه رأيك لو جبنا نبي مكانك وأنت؟ يعني براءة، كلمة حتى التخفيف يعني. فماذا كان يقول؟ قال والله لا، ما أحب أن أكون معافا ورسول الله يشاك بشوكة، شوكة واحدة. فظلوا يقطعون منه قطعة قطعة حتى خرجت روحه. مد هذه الحالة حتى قال شاعره، شاعر بتاعه من شف المشهد، فقال فيه كلمات، قال: أسرت قريش مسلما في غزوته فأبى بلا وجل إلى السياف. فيش خوف. أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الأذى ويصاب أنف محمد برعافي صلى الله عليه وسلم. كلا، لا سلمت من الأذى ويصاب أنف محمد برعافة. دول اللي حبوا النبي صلى الله عليه وسلم، حبوا النبي، عشان كده كانوا في الفردوس الأعلى مع النبي: خير القرون، خير الأجيال، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. السؤال اللي احنا يا اخوة، احنا فعلا بنشتاق للنبي؟ احنا فعلا خرجنا سيرته، أحبناه بالفعل، قرأناها لأولادنا وزوجاتنا، واحنا في هذا الشهر حتى نتذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ البشرية من الضلالة إلى الهدى، من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى أن تذكر هذه المعاني فنعيش بها. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، الذي رأى الكثير والكثير، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ووراه الثرى، ترك المدينة وهاجر وذهب إلى بلاد الشام، ترك المدينة. فقيل له: يا بلال، قال: على من أنادي بعد رسول الله؟ ترك المدينة وظل خارج المدينة طيلة خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وفترة من خلافة عمر، والصحابة يرسلون عشان يأتي المدينة أبا، قال: والله لا أرفع آذان بعد رسول الله. خلاص، حتى جاءه النبي في المنام وقال له: يا بلال، لما الجفاء؟ يعني ليه كده؟ لما الجفاء؟ وراح سيدنا عمر توسل لبلال حتى جاء به إلى المدينة وأوقفه فوق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصلح بالأذان. فوقف بلال وأذن حتى وصل: أشهد أن محمد رسول الله، لم يستطع أن يكمل الأذان. وجاء أهل المدينة جميعا يقولون: لقد بعث رسول الله من جديد. لما سمعوا كلمة أشهد أن محمد رسول الله ما سمعوها من قبل، لم يسمعوا هذا الصوت إلا أياما كان النبي حيا، فقالوا: قد بعث رسول الله من جديد. فلما حان وقت إقامة الصلاة نظر بلال إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على من أنادي بعدك؟ كان يقول: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. قال: على من أنادي بعدك؟ عاطفة كانت عند الصحابة رضي الله عليهم، كانت تتحرك قلوبهم شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتدمع أعينهم. احنا لما نتذكر موتانا بنبكي، اللي عنده ولد مات، او عنده ام، او عنده اب، او زوجة، او عزيز لديه، او صاحب لديه، لما يموت بعد فترة تتذكره تبكي. لكن لما نتذكر النبي لا نبكي. صحيح، ألا يؤثر فينا فراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ العاطفة دي لماذا تموت في داخلنا يوما بعد يوم في هذه الحياة المادية؟ العاطفة تموت، نريد أن نشعرها مرة جديدة. استشعر كأن النبي قريب لك، كأنه حبيب لك، أخرجك من الضلالة للهدى، من الظلمات إلى النور. أما تشتاق إليه؟ سيدنا ابن عباس بيعلمنا كده. وعلى فكرة هذه زاوية مجهولة حتى في كتب السيرة نفسها، حتى بعض كتاب السيرة أهملوها. إيه هي؟ موضوع البكاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ حديث كلنا حافظينه، لما جاء رجل إلى ابن عباس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عباس، علي ديون وعلي هموم وعلي كذا وكذا لرجل،
فابن عباس قال لهم اخرج معك اكلم صاحب الدين، يعني نروح نعمل وسطة بيني وبين صاحب الدين يخفف عنك. قال نعم. فامسك ابن عباس حذاءه رويد بكتله واراد ان يخرج من المسجد، فقال الرجل يا ابن عباس الست معتكفا؟ احنا في اعتكاف ولا يجوز الخروج. يقول فنظر ابن عباس الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. كل كتاب السير بيكتبوا كده بس بيعدوا كلمه بكى دي. فنظر ابن عباس الى قبر النبي وبكى وقال سمعت صاحب هذا القبر يقول، والعهد به قريب، يعني الكلام كان قريب، يعني يقول من مشى في حاجة أخيه قضاها أو لم يقضها فأنا شافع له يوم القيامة، وفي رواية أحب من اعتكافه في مسجدي هذا شهرا. سمعت وبكى، سمعت وبكى الشوق. الإمام أنس، الإمام مالك بن أنس اللي كلنا عارفين السيرة بتاعته كيف يفطر مالك في المدينة، قال ذهبت أنا وتلميذ أو صاحب لي إلى شيخنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بن أنس رايح هو واحد صاحبه يتعلم الحديث من إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلنا فإذا به يجلس في الروضة، ربنا يرزقنا صلاة في روضة النبي إن شاء الله. قال فإذا بالشيخ يجلس في الروضة من صلاة المغرب، فدخل فقال الشيخ بيقول حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم نظر إلى القبر وظل يبكي من صلاة المغرب حتى صلاة العشاء، فلما أذن العشاء قال صدق رسول الله، يعني ما قال حديث، قال بعد صلاة المغرب الشيخ جلس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى القبر وظل يبكي حتى نودي بالعشاء فقال صدق رسول الله، فذهبنا نتعلم منه الحديث فتعلمنا منه البكاء شوقا لرسول الله. الإمام مالك بن أنس بيقول كده، ذهبنا نتعلم منه الحديث فتعلمنا منه البكاء شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده يعني عاوزين يحرك فينا الكوامن، تحرك القلوب في داخلك دي، انا وانت والاهل والاصحاب والاحباب. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ذات مرة، هذا الرجل العادل الحاكم العادل حتى لقب بخمس الخلفاء الراشدين، مع أنه بينه وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة. عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنة 99 هجرية ومات سنة 101، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 سنة بعد الهجرة. جاءته امرأة عجوز وقالت له يا عمر لقد رأيتك في المنام أنت ورسول الله وعلي بن أبي طالب. المرأة تقول رأيت عمر بن عبد العزيز ورسول الله وعلي بن أبي طالب تقفون عند الصراط فأذن بالمرور. يعني حتى شوف الناس لما كانوا عندهم أحلام بيحلموا بيه، شوف مشغولين بين الصحابة والتابعين والصالحين ماذا يرون في منامهم. قالت فرأيت الصراط فأذن بالمرور، يعني قالت تفضل نبدأ المرور. فاجتاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة بتحكي لعمر، ثم اجتاز علي بن أبي طالب وسكتت برهة، فغشي على عمر وهو يقول جاء دوري جاء دوري، مر رسول الله وابتعدت عنه، فضل يصيح ويهزل يعني غاب عقله. والمرأة تصيح وتقول والله لقد اجتزت، والله لقد اجتزت، والله لقد أدركت رسول الله. فما أفاق حتى سمع الكلمة لقد اجتزت وأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان في ذهول، النبي عدى وأنا ما عدتش ورا النبي، النبي عدى في الجنة، إيه قيمة الجنة لو النبي مش موجود في الجنة؟ ما قيمة هذه الجنة؟ إيه طعام وشراب ونساء لا قيمة لها، لكن صحبة النبي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان يشغل بال صحابته رضوان الله عليهم، فكانوا معه في الفردوس الأعلى ونحن نعشق ذلك، لعل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم على خير، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعود إلى ربك فإنه
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وبعد إخوة في متسع في الصلاة إن شاء الله. إخوة تزاحموا تراحموا تزاحموا تراحموا. أسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا إن شاء الله. اشتاق الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم ففدوه بأرواحهم وتمنوا صحبته في الجنة لا غير. ربيعة بن سعد أحد الأصحاب الكرام ذهب يوما يسأل النبي سؤالا فإذا بالنبي في بيته نائما فجلس ربيعة بن سعد على باب النبي حتى نام. نام على باب النبي فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا ربيعة يعلو التراب على وجهه فتأثر النبي بالمشهد ثم قال يا ربيعة لما فعلت هذا؟ قال جئت أسأل سؤالا فوجدتك نائما فكرهت أن أوقظك. حبتش صحيح. فأراد النبي أن يكافئ ربيعة بن سعد فقال يا ربيعة سلني أعطك. اختر سؤال وأنا يعني دعوة وأنا نستجيبها لك. أسأل الله لك بها بالإجابة. أشفع لك بهذه الدعوة عند الله سبحانه وتعالى. سلني أعطك. فقال إذن اتركني ما دام لي دعوة سيدي بقى شوية. يقول ربيعة فذهبت إلى بيتي وعدت إلى النبي في الصباح صلاة الفجر. راح للنبي ثاني يوم قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي يا ربيعة من أخبرك بهذا؟ دي مش من عندك، في حد وصل لك المعنى ده؟ فقال والله لا أحد غير أني فكرت في النعيم فوجدته كله زائل. هسألك إيه يعني؟ طعام، شراب، سكن، سيارة 2013، أحدث حاجة، أنت عاوز إيه؟ أحدث حاجة إيه مثلا؟ ادفع لي المرج بتاع البيت، إيه اللي أنت عاوزه؟ إيه اللي منكد عليك ومزعلك في الدنيا إيه؟ شغلانة كويسة؟ كله يا زلمة مش كده؟ الدنيا إما أن تتركها وإما أن إيه؟ تتركك. يعني إما أنت تسيبها يا إما تسيبك. أوعى تفرح عشان كده ربنا ليه؟ لكي لا تفرحوا على لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. غريب جدا مثال يفرح عشان دنيا اقبلت. دنيا دي ملهاش امان خالص. اذا حلت او حلت واذا كست او كست. هي الدنيا كده يعملوا صرادق كبير عشان الفرح تاني يوم الصبح يكون في عزاء نفس الصرادق مش كده. ياجروا مبنى كبير عشان يعملوا في عرس تاني يوم نفس المبنى لجنازه. هي دي الدنيا. فما شغلش الكلام ده الصحابي. قال اسالك مرافقتك في الجنه. قال من علمك هذا؟ قال لا أحد ولكني نظرت في نعيم الدنيا فوجدته زائل ووجدت أن النعيم المقيم أن أكون معك في الجنة. قال صدقت يا ربيعة فأعني على ذلك بكثرة السجود. يعني مش واحد أنا بحب النبي خلاص لا مش ما ينفعش كن بحب النبي باللسان خلاص لا لازم كلها ترجمة. أعني على ذلك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدا إلا رفعك بها في الجنة درجة. والنبي في أعلى مكان. فلو أنت عاوز الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ ارتقي في الدرجات واسجد وإيه؟ واقترب. ها؟ كلا لا تطع واسجد وإيه؟ واقترب. وكلمة واسجد واقترب دي غريبة شوية. السجود معناه نزول ولا صعود؟ في علم البشر السجود إيه؟ نزول لكن عند ربنا السجود صعود. ده معنى تاني خالص. مع ربنا الموضوع متغير. النبي يقول لك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ هو ساجد. طب هو واقف قريب من ربنا وانا واقف اهو. لا هو ساجد. هو نظام كده مع ربنا تنزل تحت يطلعك فوق. من تواضع لله ايه؟ رفعه. الموضوع مش معكوس لا مش معكوس هو ده الصح. من تواضع لله رفعه الله ومن سجد لله رفعه الله ومن تقرب في السجود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. ده اللي احنا عاوزينه يا اخوة. لا تكن آسية زوجة فرعون افضل منا. عيب امرأة تسبقنا الى الخير لما دعت وهو يعذبها فرعون لعنة الله عليه وهي في لحظات سكرات الموت دعت آسية بكلمات ماذا قالت؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه ونجني من القوم الظالمين. رب ابن لي عندك. شوف كلمة عندك دي بقول لك قالت كلمة عندك قبل كلمة بيتا.
نقراها تاني. قالت رب ابني لي عندك بيتا، عندك وبعد بيتا. طلبت الجوار قبل أن تطلب الدار، ما قالتش ابني لي بيتا عندك، لا ابني لي عندك. ليه قالت هذا؟ قالت خشت أن تموت، خافت أن هي وهي بتقول الدعوة بتاعتها تموت، فلو ماتت تكون قالت إيه؟ ابني لي عندك، مدام عندك ابني أي حاجة، القليل عندك كثير، القليل منك كثير، والصغير عندك كبير، والقليل منك عظيم، ابني لي عندك بيتا في الجنة. وإحنا أين نحن؟ أين نحن من هذا الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوة نحتاج إلى هذا والله، نحتاج اجلس مرة وفكر ماذا فعل رسول الله من أجلنا نحن؟ دي مش عاوزة خطبة، دي عاوزة خطب، دي مش عاوزة خطب، دي عاوزة واحد يعيش مع نفسه هذا المعنى. لما تفكر في النبي كان بإمكانه أن يأكل ويشرب ويعيش سيد قومه، لكن والله أقسم بالله من أجلنا نحن تحمل كل هذا. عارف النبي العظيم الشريف ضرب من أجلك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم وطئ على عنقه بقدم المشركين من أجلك أنت، عشان يصلنا الإسلام، عشان نفضل مسلمين، عشان نحافظ على نفسنا نبقى مسلمين ويعصمنا من النار، عشان يخرجنا من الظلمات إلى النور. كان بإمكانه أن يدعو علينا فنهلك كما هلك السابقون. كان ممكن النبي يعمل زي سيدنا نوح، يعني صعب. سيدنا نوح جاب من الآخر وريح نفسه، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. فكنا منه إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، وما فهمش خير لهم ولا أولادهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. جاب من الآخر. وسيدنا موسى جاب نفس الموضوع، قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. عاوز يا موسى؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. سيدنا موسى دعا عليهم بعدم الإيمان، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال قد أجيب دعوتكما. أما النبي رحمه ملك الجبال قال له يا رأيك نعمل لك كده إعصار ولا الصوت نخلص الموضوع ده خالص؟ قال لا، ولكن عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. ده ما يحبش، ما يستحقش أنك تحبه. ده أنت لو واحد أكرمك ولا ساعدك في بيزنس ولا وقف بجوارك في محنة ولا خلصتك مشكلة الأوراق بتاعتك ولا ساعد معاك في مورجش في أي مشكلة بتبقى يعني بتستحي منه مش عارف تعمل معاه إيه. النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم وقف بجوارك وأخرجك، كفاية إنك مسلم. والله يكفي نحن مسلمين مذنبين لكن مسلمين، مقصرين لكن مذنبين. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولكن هو غيب من فيض وقليل من كثير، لا نستطيع أن نوفي رسول الله حقه، لكن عيب علي أن تمر الذكر هكذا ولا نذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله احتفالنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون السبت بعد القادم، هو إن شاء الله يوم 2 فبراير. إن شاء الله السبت بعد القادم 2 فبراير سوف يكون احتفالنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الساعة 7 مع كوكبة من العلماء ومن الأفاضل ومن مشايخنا الفضلاء. نتمنى من الجميع أن يشارك وأن يهتم بهذا إن شاء الله العالم. أيضا نذكر إخواننا أننا بدأنا بالفعل في عمل كونستراكشن في دورات المياه الخاصة بالرجال، ومعنا مبلغ كبير الحمد لله رب العالمين موجود، لكن زي ما يقولوا في المثل البحر بيحب زيادة، وبديل بشغل حقيقي، يعني ليس شغل حقيقي ونحتاج إلى جهدكم. ندعوكم إلى النظر يعني بعد صلاة الجمعة الإخوة ينظروا يعني إلى هذا العمل ويصبروا علينا إن شاء الله فترة بلا دورات مياه معنا في مكان استثنائي، لكن تصبروا علينا إن شاء الله في خلال شهرين يكون انتهينا من هذا العمل. نحتاج إلى جهودكم، إلى دعمكم، إلى استشاراتكم، إلى وقفتكم معنا. كل ذلك إن شاء الله سوف يكون في ميزان حسنات الجميع. اللهم آمين رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعن طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى، اجعل جمعنا جمعا مرحوبا، اجعل افتراقنا من بعده معصوبا، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تخرجنا من بيتك وأنت الكريم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم من أراد بلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وإسلامنا بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجمعنا في الجنة مع نبيك المصطفى، اللهم اجمعنا في الجنة مع نبيك المصطفى. اللهم ارزقنا حوضه وأوردنا حوضه وأكرمنا شربة من يديه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأوردنا حوضه يا رب العالمين، وأدخلنا مدخله واجعلنا من ذريته الصالحين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم وارحمني وارحمكم الله. الله أكبر.